الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام ومن قناة بينونة. ها نحن في هذا الشهر الفضيل نستظل بنور من الله سبحانه جل وعلا، ونسعى في طريق نأنس فيه بحب من المولى سبحانه جل في علاه. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يسعى جاهدا إلى أن يكون في دائرة قوله جل وعلا يحبهم ويحبونه. يبقى السؤال الذي يدور في خلدي وفي خلد كل إنسان، نحن نحب الله عز وجل، وكذلك في بعض الديانات من يحبون من أهل الكتاب يحبون الله، يعرفون أن هناك إلها اسمه الله يحبونه. لكن يبقى السؤال، هل أنا حقا ممن سعوا إلى محبة الله عز وجل؟ يا ترى لو جعلت لنفسي مقياس الحب، أين أجعل محبة الله في قلبي في أي جانب؟ ولو أنا وضعت مقياسا آخر لمحبة الله لي كيف أجعلها؟ لو عندي مقياس 100 درجة، على أي درجة؟ إذا أنت وضعت نفسك في مقياس الأخير أو قبل الأخير أو في 40، ليش؟ لماذا أنت متأخر؟ لماذا نحن متأخرين؟ إذا وضعت نفسي في مقياس محبة الله لي في درجة نازلة متدنية، لماذا؟ لماذا أنا أتصرف هذا التصرف؟ لماذا أنا أقول على نفسي هذا القول؟ لما أحكم على نفسي بهذا الحكم؟ ما الخلل؟ أين الخلل؟ طيب سؤال آخر، هل أنا سعيت إلى أسباب أجلب فيها حب الله لي أنا؟ هل أنا سعيت؟ طيب أضع سؤالا آخر، كم مقدار هذا السعي وعدد محاولات هذا السعي في اليوم؟ هل أنا حقا سعيت؟ طيب ما هي دلائل السعي؟ هل أنا تفكرت بها يوما؟ هل أنا سعيت إليها في يومي؟ هل أنا أمام عبادة يحبها الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ جعلت هذه العبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج أنها طريق إلى حب الله، فأنا أسعى إليه إلى الله من خلالها، أسعى إلى الحب من خلال هذه العبادة. كم مقدار هذا السعي؟ كم عدد محاولات هذا السعي؟ كم أخذ حيزا من تفكيري في اليوم؟ كم أخذ جانبا من اهتماماتي في اليوم؟ إذن أنا لابد أن أنظر إلى هذا الحب. طيب سؤال آخر، هل أنا حينما أؤدي العبادة وأديها على أنها فرض وأديها هذه عبادة هي فرض فرضها الله علي فأنا أؤديها، أم أنا كذلك أؤديها لأني أحب الله؟ طيب سؤال أقوى شوية، نخاف الموت، طيب هل أحدنا قد وطن نفسه إني مشتاق إلى الله؟ طبعا هذه الدرجة إيمانية لربما قد تصل بالإنسان إلى مستوى، ولكن علاقة المحبين علاقة خاصة،
تتجاذب فيها علامات ودلائل، يظهر فيها المحب حقا. الكل يحب الله والكل يسعى إلى الله، نصلي، نصوم، نتصدق، نقرأ القرآن، نقيم الليل، نذكر الله، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دلائل. سيكون معنا دكتور عمار في هذا الجانب يتحدثنا عن الأسباب، أسباب محبة الله. ولكن أنا أنظر إلى نفسي حينما أؤدي هذه العبادة وأنك دلائل على محبة الله، حتى جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بحمار يشرب الخمر فيجلد يضرب بالجريد وبالنعال وبالثوب، فعادة كان كثير الشرب، فجيء به يوما وخذ جزاءه، فقال رجل لعنه الله أو قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به. يعني لو نحن قدامنا واحد يمكن ما نسكت يعني ما. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أي حب هنا؟ هنا حب، لربما يقع الإنسان في خطأ وفي زلل وفي، لكن يبقى الحب كامن، سينفجر يوما بنور يغطي الجسد. لكن هل أنا سينفجر عندي هذا الحب فيغطي جسدي كله؟ ولذلك عندي سؤال آخر: هل كثرة العبادة تدل على أني أحب الله حقا؟ أم هذا بقياس؟ أم لا بد كذلك من حراك قلبي داخل يتحرك، داخل شعور خوف، رجاء، حب، شوق، مراقبة، هنا شعور داخلي تجاه المولى سبحانه جل في علاه. هذا كذلك مما لابد أن ينظر الإنسان فيه، في علاقة الإنسان مع الله عز وجل، وفي النظر إلى محبة الله سبحانه جل وعلا. كلنا يعلم الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. حب عبد أحبه الله، انتقل الحب إلى جبريل، جبريل أهل السماء، كل من في السماء يحبه، قد تكون فاطمة، قد تكون مثلا، قد يكون محمد، قد يكون سالم، قد يكون عبيد، قد يكون فلان وفلانة. طيب كيف جاءت هذه المحبة؟ كيف لاقاها ذلك الإنسان؟ هناك كذلك أبجديات، وهناك كذلك قواعد في النظر في تعامل الإنسان مع الخالق وفي تعامل الإنسان مع المخلوق. يؤتى برجل وله جبال من الحسنات، جبال من الحسنات، يعني هذا الرجل يسعى في طريق محبة الله، يسعى إلى صوم، إلى صلاة، إلى زكاة، إلى حج، إلى نفقة، تلاوة قرآن، قيام، ذكر، استغفار. لكن هنا نظر في جانب الحب في جانب واحد ونسي الجانب الآخر، إحسان التعامل مع الآخر. الخوارج وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم بصلاتهم. يخاطب خيار الصحابة، خيار الناس: هؤلاء صلاتكم أكثر من صلاتكم، صلاتهم أكثر من صلاتكم، صومهم أكثر من صومكم، يعبدون الله أكثر من الصحابة. لكن
لأقتلنهم قتل عاد، توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خروج على ولي الأمر، اعتداء على الآخرين. من خلع بيعة فمات فميتته جاهلية، ما نفعه ذلك، وآخر يشتم وآخر يسب ويلعن، تلاقي قاعد في المسجد ساعات طوال، لكن إذا رد البيت الحلم هذا المسكين الحرم وسلمت منه، ولا العيال ولا الخدامة ولا الناس في الطريق، أين الصلاة والصوم؟ هذا الحب أين هو؟ إذن أنا لابد أن أنظر إلى الحب الذي هو ارتباط بين الخالق والمخلوق، أن ننظر إلى أسبابه الحقيقية فآتي بها. نأخذ فاصل ثم نواصل. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد. هل فكرت في يوم الأيام وأنت جالس في بيتك مثلا أو أنت في سيارتك أن الله الآن يحبك؟ هل أن يعني ما فكرت؟ هل جاءك هذا التفكير الآن؟ يعني أنا أحيانا تشعر بهذا الشعور، أحيانا تشعر أنك في مكان أو تجلس في بقعة أو في أي مكان أن هناك قوة إيمانية قوية، وتشعر أنك كأنك تطير في الهواء من يعني مما تشعر به من ارتياح وسرور وأنس، كما قال بعضهم يعلم الملوك ما نحن فيه لقتلونا بالسيوف، يعني من يعني بشعور معين من السعادة. هل هذا مقياس أن الله يحب فلان؟ لابد كذلك من نظر إلى مقاييس. هناك علامات أن الله عز وجل يحب فلان، علامات. أحيانا إيش نقول؟ والله فلان الله يحبه. طيب كيف حكمنا؟ أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. أحيانا تحكم على واحد بالخير أو بالشر، فلان أعوذ بالله عافانا الله، لا يوجد يعني لسوء خلقه وطباعه، فأنتم شهداء الله في الأرض. نأخذ اتصال حول هذا المجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله دكتور عمر، كيف الحال؟ أهلا وسهلا ومرحبا شيخ الكريم. يا مرحبا، ما شاء الله مبارك عليك الشهر، احنا ما باركنا في الشهر. امين، الله يبارك فيك. الله يجزيك خير، الله يبارك فيك. دكتور، يعني حديثنا حول محبة الله عز وجل. دكتور، انا كنت تكلمت في البداية واقول كذلك في بعض الاماكن، اقول على الواحد ان يستشعر الحب وهو يؤدي العبادة، لا يستشعر فقط انه يؤدي فريضة يؤديها وخلاص سقطت عنه. لو استشعر معنى الحب وهو يؤدي العبادة على يقين أنه سيؤديه على أجمل وأكمل وجه. لماذا؟ لأن هناك علاقة، يحبهم ويحبونه. فضل الدكتور، هل هناك علامات لمحبة الله عز وجل للعبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هناك علامات، وهذا النوع من العبادة، العبادة القلبية، غاية ما يشتاق الإنسان إليه أن يجنيه من كل أعماله ومن كل ما يفعله في حياته أن ينال هذه الدرجة العظيمة، بأن الله سبحانه وتعالى يحبه ويقبل عليه ويرضى عنه الرضا التام. فلولا رضا الله سبحانه وتعالى لما أحب هذا العبد.
إنها منزلة عظيمة يشتاق الإنسان من خلال صلاته إلى محبة الله له، ولولا حبه لله لما انتصب في جوف الليل على قدميه وتلقى لذيذ النوم، ولولا حبه لله وحب الله له لما ترك طعامه وشرابه وطوى بطنه جوعا وحلقه ظمأ وعطشا شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا الكريم، إن كل الآيات التي تستفتح بها أيها الذين آمنوا شعارها الحب، فلولا أن هذا المؤمن أحب الله لما عبده، ولولا أن الله أحب هؤلاء المؤمنين لما ناداهم بهذا النداء الخالد العظيم يا أيها الذين آمنوا. فغاية العبادة هي في قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، ومعناها يا من أحبهم ويحبونني، فيناديهم ثم يعطيهم هذه الأوامر ويعطيهم هذه العبادات ويفرض عليهم هذه الفرائض حتى تتقبل أرواحهم وتنصاع أجسادهم لهذه العبادة. وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى إشارات لذلك، فقال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أعطانا الله سبحانه وتعالى مفتاح المحبة بأيدينا، كأنه مفتاح الباب الذي ينطلق الإنسان بهذا المفتاح إلى هذا القصر الرحيب بغرفه وحجراته وطوابقه وأثاثه ومقتنياته ومجوهراته. إنه مفتاح الحب الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يدخل إلى الإسلام وأن يدخل إلى عالم الإيمان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة يستطيع الإنسان أن يتدبرها في القرآن، ومنها التواضع. الإنسان المتواضع محب لله، ولذلك قلبه كبير، وهو لا يرى أنه بحاجة إلى أن يتكبر أو أن يذل الآخرين أو أن يزدريهم. هو يجاهد نفسه في كل ما يأمره الله سبحانه وتعالى وينتصر، لأن النفس لها جاذبية، تحب النوم، تحب الكسل، تميل إلى البخل، تميل إلى الراحة، تميل إلى الترابية. فلما يحب الله العبد يوقظه في جوف الليل، لما يحب الله العبد تراه يقبله مع الصائمين، يقبله مع القائمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بين الذين يبغضهم الله ويكرههم الله حجاب لا يعون القرآن، لا يعون مجالس الذكر، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك يا أخي الكريم، انظر في لحظة من اللحظات وأنت تصلي الجماعة، هل تعلم لولا أن الله أحبك لما قمت بين إخوانك في هذا المكان؟ اعلم يا أخي، لولا أن الله يحبك لما جعلك من الصائمين. كان بعض المسلمين في زمن من الأزمنة قد أصيبوا بقحط شديد، فدعوا الله وترجوا الله سبحانه وتعالى واستسقوا، فلم ينزل شيء من المطر. فبقي رجل في ذاك المكان وحيدا، وأفرط في بكائه وسالت دموعه، فقال: يا رب لا تعذبهم بذنبي، يا رب اسقهم بحق حبك لي. فالتفت وإذا بأحد الصالحين خلفه، قال: أنت كيف عرفت أن الله يحبك؟ قال: يا أخي، هذا سر بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنا سألت الله بحق إسلامي، سألت الله بحق إيماني، والله لولا أنه يحبني، لولا أنه يحبني ما دعاني إلى أن أكون في هذا الجمع بين الناس. فتوسلت بأغلى وأقدس شيء بيني وبين الله، أن خلقني مؤمنا، أن قبلني عبدا أسجد بين يديه. قال: فوالله ما غادر هذا العبد حتى أرعدت السماء وأمطرت، أقبل فأقبل الله عليه. قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعرض وتكبر لأنه لم يعجبه أن يجلس بين هؤلاء الناس. ماذا يوجد عند هذا الذي يتكلم عن الله وعن الإسلام وعن الإيمان؟
ما وافق هواه. أما الآخر الأول أعرض فأعرض الله عنه، كره الله فعله. الثاني آوى فآواه الله، استحى أقبل، وجد فرصة، وجد مكان، وجد مكان. هكذا يكون الإنسان أيها الإخوة الكرام. يجب أن أنظر إلى نفسي، كم من المجالس حرمت منها، أن أعالج أسباب البغض، وأن أبحث عن أسباب الإجابة وأسباب القرب من الله سبحانه وتعالى حتى أنال هذه الرتبة العظيمة وأتقرب إلى الله بأسباب العبادة وأسباب الطاعة وأسباب القرب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولنلاحظ أيها الإخوة والأخوات، وأذن لي شيخ الكريم أن أتكلم بحضرتك، أن الأمر هنا الآن سنربط بين حديثين. الحديث الأول يقول: وما زال عبدي يجهد نفسه ويتقرب ويبذل ويسعى ويزيد فوق الذي طلب منه ويعمل فوق الذي أمر به، يتقرب إلي بالنوافل. لماذا؟ حتى يكون ممن يحبهم الله، حتى أحبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في حديث آخر، في الحديث القدسي الذي يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: حقت محبتي للمتحابين فيه. هناك كان العبد يسعى، أما الآن الله جل جلاله يوجب محبته. فلننظر أيها الإخوة في هذا الحديث، كيف أوجب رب العزة جل جلاله على نفسه أن يحب هؤلاء؟ من هم؟ وحقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، في النصيحة، في العطاء، في البذل، في السخاء، في كل اللحظات. ترى أن هذا الإنسان وهو يتصدق، هذا الإنسان وهو يفطر الصائمين، يحمل من طعامه، وهذا الإنسان الذي ليس لمصلحة وإنما لله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ويغفر، لأنه يعلم: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما عند الله خير من الحقد، ما عند الله خير من الزعل والحزن واضطراب العلاقات الاجتماعية. أنا أريد أن يعطيني الله المنحة، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. وهكذا تظهر بوادر المحبة في هذا الإنسان. أنت ذكرت نقطة هامة جدا في ثنايا كلامك، حينما تتكلم أن الإنسان يقبل إلى الله عز وجل معرضا عن ملذات الحياة، فيقوم ويصلي ويذكر ويستغفر، وكذلك يعفو عمن أساء إليه وأخطأ في حقه، فيغلب جانب الحب وجانب ما عند الله على هوى النفس وعلى شهواتها وعلى ما في النفس من انتصار لها، فيكبتها وكذلك ويقوم بإلزامها بما يحبه الله. سبحان الله دكتور، يعني لعل في السابق يعني بعض مغريات الحياة لم تكن موجودة، بمعنى ملهيات الحياة ليست كحالنا، حالنا من المغريات الشيء الذي يعني يجعل العقل أحيانا ليس حاضر معه بأنواعها وأشكالها وتفننها. فهنا كون الإنسان يجاهد نفسه فيقوم الليل مع توفر جميع أنواع الملذات، يمكن الأول ما عنده إلا حصير أو قطعة وسادة، ولا يوجد تلك الإنارة ولا توجد تلك الملهيات من تلفاز ومن إنترنت ومن أبدا، فيقوم بيترك هذا الفراش الوثير ويترك هذه البرودة الجميلة التي تلامس جلده، فيشعر بحنين إلى اللحاف، وكذلك الأضواء والإنارة والجو، ثم يترك هذا كله ويقف بين يدي رب العزة جل وعلا. يترك الإنسان شهوة الأكل مع تفن الأكل الآن، يمكن الأول هذا القرص والسويق والتمر والحلوى شيء بسيط. دكتور الآن نرى يعني
مع أنواع المشروب وأنواع وأنواع المأكول وأنواع المطعوم وأنواع وأنواع، مع تفنن في العرض، تفنن في العرض. هناك دراسات وهناك أبحاث وهناك كل ذلك في أسلوب العرض وكيفية العرض، حتى أنت الذي لا تريده تأخذه. لما وهذا؟ فثم بعد ذلك الإنسان يكبح جماح نفسه ويقطع على نفسه شهوتها، فيقوم بين يدي رب العزة جل وعلا ويقف تاركا تلك الشهوات تلك الذات. فضيلة الدكتور، أنا أقف مع هذه النقطة التي ذكرتها، يعني هنا إلزام النفس بالطاعة، هنا هل فيها دلالة قوية على محبة الله وإن كان العمل قليلا؟ هذه النقطة. النقطة الثانية في موازنة بين كثرة الطاعة وإساءة العمل وإساءة الخلق مع الآخرين، هل كذلك يدل على أن هذا العمل الصالح موجود لكنه أساء في التعامل مع الآخرين، أن هذا العمل الصالح يعني ليس لا يحسب له، أو إن يحسب كان الجرم الآخر كان أعظم؟ الله يجزيك الخير شيخنا الكريم. لا شك الفقرة الأولى أن العمل مع كثرة الغافلين وكثرة الشهوات أجره هذا مضاعف، وقد تحدثنا هذا في شهر شعبان، شهر يغفل عنه الناس. صحيح. وأن الإنسان لما يجد المعونة ويجد التشجيع ويجد أن الناس مقبلين على الطاعة والعبادة يتشجع، تلقائيا يرى نفسه مع الناس يصلون التراويح، تلقائيا يرى نفسه صائما، ربما يستحي أن يأكل ويرى الأطفال. والله البارحة كنت في المركز، مررت على أطفال يحفظون القرآن وهم أبناء 6 سنوات و7 سنوات وكانوا صائمين، فتعجبت. يعني حاولت أن أغريهم أن أستدرجهم إلى درجة المفطر، قال أنهم مفطر. فكيف بهؤلاء الأطفال الصغار الآن صاروا يجدوا التشجيع ويجدوا الرغبة في العبادة بسبب سلامة فطرتهم، بسلامة قلوبهم وحبهم لدين الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الكبير فقد يستحي أو قد يدخل في شيء في قلبه، ولكن إن صدق ولم يجد العون ووجد البيئة المساعدة على عدم الصيام ثم صام، فله أجر 50 كما جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث الحسنة، مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله، أو قال أجر 50 منهم، قالوا منا أو منهم رسول، قال 50، أجر 50 منكم. فلما يكون الإنسان في زمن الفتن كما تفضل شيخنا الكريم، فسيكون أجره عظيم وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وقد يكون من اللاحقين، ولكن الله عز وجل يلحقه بالسابقين السابقين، لأنه عمل عملهم وأخلص كإخلاصهم. الله سبحانه وتعالى لا يحرم أحدا ثواب نيته وعمله. أما الشق الثاني شيخنا المبارك في قضية إساءة الخلق والخصومة واللجاج والمشاحنة، بالمناسبة هناك فائدة طبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب ونهى عن الرفث، وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو ليقل إني صائم، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء الطب بأن هنا معجزة طبية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن هرمون الغضب الانفعال في الأحوال الاعتيادية مثل أي مضاد أو مثل أي أنزيم أو مثل أي دواء، لما الإنسان يأكله على الريق والمعدة خاوية فإنه يعمل عملا سريع خلال ثواني أو دقائق يصل إلى الدم. وهكذا هرمون الأدرينالين الذي هو هرمون الغضب والانفعال الدرجة الأولى ممكن أن يرتفع فيفتك بجسم الصائم 10 أضعاف ما لو كان مفطرا. بذاك أبي وأمي يا رسول الله، يأمرنا بالهدوء، يأمرنا بالتعقل، بالروية، باستحضار عظمة هذه العبادة، هذا الخير. الله فتح لي أبواب الصلاة وأبواب الدعاء وأبواب الجنة، فأنا لماذا آتي إلى أضيق الأبواب وأخاصم وأشاحن؟ ثم
قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه لم يستفد لا من معنى تقوى الله ولا من الصبر ولا من المواساة ولا من مراقبة الله ولا من مدرسة التقوى، ما استفاد إلا أنه ما زال يشاحن وما زال يقرب. فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا سعد، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، إذا في أنواع للصوم. صحيح. يا أخي، هذا باب من أبواب الفقه، ترك الطعام والشراب، لكن ثمرة الصوم، ثمرة القرب من الله عز وجل، ثمرة أنك تعفو وتصفح وتسامح وتنال هذا الثواب، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. أنا أريد هذه الرتبة، أن أتقرب إلى الله عز وجل حتى سمعي يصوم وبصري يصوم ويدي ورجلي، فلا أمشي إلا إلى ما يرضي الله، أجعل حياتي إلى مجالس العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ طالب، بأن هذا الموسم إن قلوبنا لا تتسع للفرحة، وقد شاهدت الأطفال في المساجد، شاهدت الرجال بالآلاف يحضرون وهم يتنافسون على الطاعة. يا شيخ، زيدنا آية، زيدنا شوي بالسجود، هذا النوع موجود، لأنهم علموا بأن دقائق رمضان غالية، ومنهم من يعفو ويسامح ويصفح، وترى الابتسامة والفرحة. والله قال لي أحد الإخوة، 4 سنوات أتمنى أدخل المسجد، واليوم دخلت المسجد أحاول أن أصلي هذا المكان، والله ما جئت للصلاة إلا من فرحتي بالصلاة، جئت لأفرح في المسجد. والله هذه شهادة أحد الإخوة المعلمين البارحة، يقول لي إني آتي للصلاة لأفرح، إني أحضر في المسجد لأشعر بتلك السعادة التي أرقبها منذ سنوات. هذه فرصة لنا أيها الإخوة، بأن نسامح وأن نعفو ونتصافح ونبتسم، وهذه كلها عبادات قلبية. الله سبحانه وتعالى كيف يقبل هذا الجوع وهذا العطش والقلب أسود والقلب مظلم والقلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وأن يظهر أثر التغيير علينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد بدعاء جبريل بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، كيف يغفر الله لمن لا يغفر لإخوانه؟ كيف يسامح الله من لا يسامح إخوانه؟ فلنوسع صدورنا أيها الإخوة، ولنتسامح ولا نحمل رمضان. والله رمضان بريء، رمضان بريء من هذه الانفعالات وهذا التسرع وهذا الكلام الذي يحصل. بالعكس، نحن الآن نخالط الناس ونرى، والله عندنا جماهير من المصلين، وعندنا مسارح مليئة والناس مقبلين. هذه رحمة وهذا حب، هذا حب. أنا سميته الذوق الرمضاني الإماراتي، ذوق نكهة الصيام في الإمارات، مساجدنا مليئة الحمد لله رب العالمين، الخير لا زال موجود في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة مرحومة، والخير فيها بإذن الله إلى يوم القيامة. لك الشكر دكتور عمار على تواجدك وعلى كلامك الطيب وعلى مشاعرك وعلى الأجواء الروحانية الإيمانية التي لمسناها منك في هذا البرنامج، شكرا لك. نعم، حب الله عظيم، ومتى لامس هذا الحب شغاف القلب رأيت ذلك الإنسان بصورته الجمالية في هذه الحياة. نأخذ فاصل ثم نعود. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد، ومع خير الكلام ومن قناة بينونة. وفي هذا اليوم الذي نفرح به هو في شهر رمضان، الأصل أن نكون سعداء فرحين مبتسمين، نقابل الآخرين ببشاشة وسعد وسرور وأنس، لأننا في عبادة، وشأن العابد أنه أنك ترى في محياه ذلك السرور وذلك اللطف وذلك التعامل الحسن. كيف أسعى إلى محبة الله عز وجل، وما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه جل وعلا؟ لابد أن أسعى إليها، لابد أن أسعى إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أنا لابد أن أسعى إلى حب الله حتى أتي بذلك الحب في أعلى مقاماتي وفي أعلى درجاته. الشيخ حمد سالم كندي معنا في اتصال مباشر، حياك الله الشيخ حمد. مرحبا الشيخ وحياك الله، الله يحفظك. الله يبارك، كيف الحال؟ خير وعافية الله يسلمك. الله يجزيك خير وبارك فيك الشيخ حمد. نحن نتحدث عن حب الله عز وجل وعن محبة الله سبحانه، يعني ما في إنسان ما يحب الله عز وجل إلا مغضوب عليه. صحيح. وفي قلب كل إنسان حب لله عز وجل، لكن لكن أنا يعني كثير من الناس يريد هذا الحب ويسأل عن الطرق الموصلة إلى محبة الله سبحانه جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك كما قيل قديما، قيل ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. هذه العبارة لا شك أنها كانت موجودة عندهم، فكانوا يحرصون على محبة الله سبحانه وتعالى والسعي لنيل الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومحبة الله كما تفضلت شيخ الكريم ليست بالكلام وليست بالأماني وليست بالتمني، إنما ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح. والإنسان ما دام أنه في هذه الدنيا فإنه يسعى لنيل محبوبه، كما أن الموظف في عمله يسعى لنيل رضا رب عمله، فإن الإنسان أعظم ما يرضى به، أعظم ما يرضي به في هذه الدنيا هو الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما يستجلب به محبة الله سبحانه وتعالى أولا قراءة كتابه الكريم، فما استجلبت محبة إلا بقراءة كتاب من أحب، وإذا أحببت فلانا أحببت سماع صوته وقراءة كلامه. وكتاب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه من أعظم الطرق التي توصل إلى محبته، لأن الله أخبر في كتابه عن كل الأمور الموصلة إلى الجنة والمبعدة عن النار، وذكر الأمور التي تكشف الهموم والغموم، وذكر قصص من قبلنا وقصص من حياة نبينا وقصص كذلك من حياة ما نعيشها. فالإنسان إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيعيش حياة حقيقية، ولكن يقرأه بتدبر وتمعن وتفهم، يريد من خلال قراءة الآيات معرفة مكنوناتها وطرقها. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى بذل النوافل والعناية بالفرائض، فإن العناية بالفرائض من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل النوافل. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي: من عاد بي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول الأمور التي يجب للإنسان أن يتحراها ويبذل فيها الجهد المحافظة على الفرائض. من المحافظة على الفرائض الآن هو ما نعيشه في هذه الساعات الكريمة، المحافظة على الصيام. ولا ينبغي للإنسان إذا صام أن يفرق بشيء غيرها من الواجبات، بل يبذل الخير فيها. من الأمور التي تعين كذلك على محبة الله سبحانه وتعالى الإكثار من ذكره، والله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين ويجلهم ويرفعهم درجات عنده، حتى إنه ليسميهم عندهم في الملأ الأعلى يباهي بهم ملائكته. ومن الأمور التي تستجلب محبة الله سبحانه وتعالى التزاور والتناصح والبذل لله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتباذلين فيا، ووجبت محبتي للمتناصحين. فهذه الأمور مما تستوجب بها محبة الله سبحانه وتعالى. والعبد في شهر الخير لا شك أن من أعظم الأمور أن يزور أرحامه ويصلهم ويسأل عنهم ويناصحهم ويلاطفهم بالقول والعمل. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى الإكثار من العبادة في الخلوات، خاصة في وقت النزول الإلهي. فإذا ما خلا العبد بربه في ذلك الوقت لا يراه فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن قلبه ينكسر بين يدي مولاه. وما أجمل والله هذه اللحظة،
التي يرفع بها العبد همومه وشكواه لله سبحانه وتعالى، ينادي ربه ولا ينادي أحدا من المخلوقين. ففي هذا الموقف العظيم هو في موقف جليل لا يضاهي موقف من مواقف الدنيا حتى لو وقف عند أي أحد كان. فالعبد إنما إن أراد رضا الله سبحانه وتعالى ويريد محبته فينبغي عليه أن يبذل أسباب الحب، وليست كما ذكرنا أن الحب هو بالكلام، لا، ولكن بأفعال يفعلها ويسعى إليها. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى بذل الخير للغير، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من علامات محبة الله للعبد أن يكون العبد ذليلا على المؤمنين. فإذا انكسر العبد بين إخوانه المؤمنين وساعدهم وعاونهم وكان في حاجتهم كانت هذه من أسباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله قال أنفعه للناس. أحسنت. نعم. فإنما هذه الأمور تذكيرات أحببنا أن نذكر بها وإشارات أحببنا التنبيه عليها، ولكن ينبغي للإنسان كذلك أن يجتهد أشد الاجتهاد في هذا. صحيح. ومما يعين كذلك على هذا الاجتهاد الدعاء، أن العبد يسعى بالدعاء ويدعو ولا يمل من الدعاء أبدا، ولا يكل ولا يقول لم يستجب لي. وإن أصاب العبد شيئا من المصائب والبلايا فليعلم أن هذا علامة رضا ومحبة من الله سبحانه وتعالى، وليست علامة سخط كما يظن بعض الناس. صحيح. أنه لا يعلم البلاء إلا في جسده. فأقول يا عبد الله إنما هذا ابتلاء، والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا فاحرص على الخير وابذل الصبر، والله سبحانه وتعالى يعينك. جزاك الله خير شيخ أحمد على مداخلتك وعلى هذا الكلام الطيب. فما أجمل أن يكون الإنسان قريب من الله عبر خطوات وعبر أعمال هو يؤديها في يومه وليلته. شكرا شيخ حمد، جزاك الله خير. هنا هو هذا كنت ذكرها الشيخ حمد، هذه أسباب جالبة محبة الله سبحانه جل وعلا. هناك كذلك ملحظ هام جدا، أن أبتعد عن الفتن، أبعد نفسك من الفتن. عندي فتن في الشبهات وعندي فتن في الشهوات. فتن في الشبهات هناك أحزاب، هناك جماعات، هناك أفكار مضللة، هناك من يدعو إلى الخروج على ولي الأمر، هناك من يدعو إلى الاعتداء على الآخرين، إلى سلب أموالهم، إلى قتلهم، إلى الاعتداء على الأعراض. هناك أفكار تعصف بعقائد الإنسان، فأنا أحذر منها أشد الحذر. لماذا؟ لأنها لها تأثير في محبة الله عز وجل، وإلا ما كانت هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه في رواية زبيبة حمراء، عليك السمع والطاعة. لماذا؟ هذه طريق الحب. وإلا لماذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن يحبه الله عز وجل؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين السعادة قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذه الفتن الشبهات، حتى وإن قويت العبادة وكثرت العبادة، وإن قويت فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك فتن الشهوات، فلننتبه من الشهوات: شهوة العين، البصر، السمع، هناك شهوات محرمة نبتعد عنها، حرمها الله عز وجل نتجنبها. هي أسلم لقلبك، أسلم لفؤادك، أسلم لعلاقتك مع الله عز وجل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وإذا بقي هذا القلب صافيا يزيل. إن لعل أحيانا ما في إنسان ما يسلم دنكت نكتة سوداء، لكن المشاش شغال مساح، من أين تقع فيه نقطة سوداء أستغفر الله وأتوب إليه لأن أكرر مرة أخرى. تصفية لهذا القلب من درن الشبهات والشهوات.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نصل إلى محبة الله عن طريق بوابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بمراد الله، هو أعلم الناس بالطريق الموصل إلى محبة الله عز وجل. شهر رمضان، نحن في شهر الحب، ودعاؤك وصيامك وقيامك وتلاوة القرآن طريق إلى الحب. نسأل الله حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه. نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.